طب انا عايز اروح لزميلنا العزيز ادهم ندم رئيس القناه الاهلي واللي متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد استاد مختار تتش عشان يقول لنا كل الجديد الخاص بالفريق النهارده. يا ادهم مساء الخير عليك. برحب بك زميلي امير هشام وبرحب بكل مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا ندى، طمنا على استعدادات النادي الاهلي والفتره والمرحله الثانيه من هذا الاستعداد. طبعا هو المشهد الرئيسي النهارده هو بدء المران وسط غياب مجموعه من اللاعبين الدوليين لظروف انضمامهم للمنتخبات الوطنيه سواء المنتخب الاول في رحلته الافريقيه والمنتخب الاولمبي. طبعا تم تصعيد مجموعه من الناشئين لاستكمال المران، لكن على الرغم من ذلك كان المران الحقيقه كان قوي جدا. ركز فيه المدير الفني ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي على مجموعه من التعليمات الفنيه والخططيه والارتقاء بالحجري من خلال جزئيتين يا امير. الأولى هي تمرير الكرة من الخطوط الخلفية للأمامية وعدم التشتيت، والثانية هي غلق المساحات أمام المنافس وده سبقه محاضرة فنية أكد فيها ريني فايلر عدم التهاون خلال الفترة المقبلة، طبعًا لأن النادي الأهلي مقبل على تحديات ضخمة منها استكمال الصورة الرائعة والبداية الأكثر من رائعة في الدوري الممتاز والمباراة الهامة مع النجم الساحلي في بداية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. الحقيقة حابب أطمن جماهير النادي الأهلي على ثلاثة لاعبين، طبعا كابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور اللي النهارده ادى مران اكثر من رائع قوي وتالق في المران النهارده، كان في البدايه جري حوالين الملعب ثم شارك في التدريبات الجماعيه. كمان وليد ازارو شاهد المران النهارده مشاركته مشاركه قويه كمان بعد رحله سفر قصيره الى المغرب، وان شاء الله جونيور اجايه باذن الله هيعود للمران يوم الاربع. كمان عايز اقول لك ان يوم عن يوم بتبان نتائج معسكر الاهلي في الامارات، اللعيبه مقبله على التدريب في حاله من حالات بلغه الكره حالات الفوقان والقوه والتحدي، كسر حاله الملل من خلال معسكر الامارات باين جدا من خلال المعسكر التدريبي للنادي الاهلي. طيب كيف استقبل الجهاز الفني خبر اصابه حمدي فتحي يا ادهم؟ طبعا حاله من الحزن، لكن حاله يعني كمان مشوبه او ممزوجه بالتفاؤل والدعم النفسي والمعنوي لحمدي فتحي. طبعا حمدي فتحي نجم من نجوم وسط الملعب بالنسبه للنادي الاهلي ومن الركائز الاساسيه اللي كان بيعتمد عليها النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، لكن عايز اقول لك هناك دعم نفسي ومعنوي للاعب من خلال مجموعه اللاعبين في النادي الاهلي ومن خلال المدير الفني ريني فايلر، دايما اتصالات دايما متابعه لاطمئنان على حالته من خلال طبيب النادي الاهلي ومتابعه مستمره الحقيقه ليه ودعم نفسي زي ما قلت ومعنوي. ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا باذن الله للملاعب والتالق مره اخرى مع النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك ادهم شكرا جزيلا، زميلنا العزيز ادهم ندم رئيس قناه الاهلي واللي علينا الاخبار الاخيره اللي تتعلق بالفريق الاول لكره القدم.